قلت يتقبض عليه وما يخرجش الا لما يسيب الارض. العمارة اللي طلعت دي كلام قوي صعب اقوله. قلت يتقبض عليه وما يخرجش الا لما يسيب الارض، كده ولا مش كده؟ صح ولا نسيت؟ لا يا فندم تمام. مش كده؟ يعني معناه الرئيس قاعد واخد باله ان الفساد اللي اتعمل لا يمكن يسيبه؟ في غفله من الزمان لو ما عملتش كده اوعى تزعل كده. يقدر المحافظ يعمل كده؟ لا خايف. يقدر وزير النقل يعمل كده؟ مش انت. لا خايف. لا ايه؟ خايف. اللي عايز يبني بلده ما بيخافش ابدا.